السلام عليكم، معكم المهندس علاء ربيع. ده معمل راديو وتلفزيون، ودي تجربة الـ FM ترانسيفر ترانسميتر وريسيفر. FM ستيريو ترانسميتر وريسيفر. ايه الفرق بين الـ FM العادي وبين الستيريو؟ الستيريو ده انهانسمنت حصل في نظام الصوت اللي احنا بنتعامل معاه في الريسيفر. طبعا انتوا خدتوا في التجارب اللي قبل كده ان احنا بنتعامل مونو عادي جدا. مونو يعني عندي مايك واحد بس بيتحط في نص المكان بتاعي، هو بيجمع كل الاصوات، كل واحد بيوصل بالامبليتيود والديسبليسمنت بتاعته زي العادي، مفيش مشكله، وانت بتسمع السميشن بتاع السيجنلز كلها. طيب بدانا انهانس الموضوع ده باني احط اكتر من مايك في المسرح، لو انا بتكلم على مسرح او في المكان، كل واحد فيهم بيتحط في مكان بيبقى قريب. يعني لو انت بتتفرج على حفله فيها موسيقى هتلاقي ان الالات الوتريه بتتوزع في حته لوحدها، الالات البيز اللي هي الدرام والحاجات دي بتتجمع في حته تاني، بيتحط مايك هنا وبيتحط مايك هنا. وهو ده الكونسبت اللي احنا بنشتغل بيه، ان انا عندي تو مايكس رايت وليفت. ايه الفرق؟ ما هو الاثنين هيسمعوا او هينقلوا نفس الصوت، بس كل واحد فيهم بيبقى قريب لمجموعه من الالات بتاعتنا او لمجموعه من الانفورميشن سورسز بالنسبه لنا، فبياخد امبليتيود اعلى في وقت اقل. طيب انا في الاخر هنقل الار والال الاثنين مع بعض الكتريكالي. طيب ازاي الاثنين في نفس الفريكوانسي باند؟ لما هجمع الاثنين مع بعض لازم هيحصل بينهم انترفيرنس، قد يكون كونستراكتيف وقد يكون ديستراكتيف، انا مش هقدر اسيطر عليه على حسب كل مايك وصل له ايه. فعلشان كده بنبدا نتخلص من الموضوع ده، ان انا في التحضير بتاعي انا بيبقى عندي ار وال، باخد واحد فيهم بعمل عليها عملية موديوليشن صغيرة بنسميها سب موديوليشن، ان انا بعمل له دبل سايد باند سب ريزد كارير اي ام كده. انا نقلته من الباند بتاعي البيز باند بتاعي لحتة تاني خالص، بقيت اقدر اجمع الاثنين مع بعض عادي جدا مفيش اي مشكلة. وبعدين الاثنين مع بعض يتجمع معاهم البايلوت سيجنال اللي هنتكلم عن اهميتها، والتلاتة بيدخلوا مع بعض على الاف ام موديوليتور يعمل لهم موديوليشن، وبعد كده يكمل باقي المرحلة بتاع الترانسميتر لحد ما يطلع على الانتنة. طيب هو الار والال حاجة واحدة، احنا هنا في التجربة عندنا تو اوبشنز، عندنا ان احنا نشتغل من الانترنال انفورميشن سيجنال بتاعنا الاوديو جنريتور، او ان احنا نشتغل اكسترنال من مايكات. بس احنا طبعا هنشتغل علشان تقدر تشوف السيجنال وتميزها، هنشتغل بالانترنال موديليتور بتاعنا او بالانترنال فانكشن جنريتور بتاعنا. طيب انا هنا عندي تيست بوينت 1 دي عليها ال، احنا هنا مظبطين على الانترنال، ادي الشكل بتاع ساين ويف، التردد بتاعها 1 كيلو، في اوبشن تاني ان انا اخليه 3 كيلو زي ما انت شايف. لما زودت الفريكوانسي حصل ان التايم بتاعي اقل فظهر عدد سايكلز اكتر. طيب نشتغلها على الواحد او نشتغلها على الثلاثه مش فارقه كتير، دي تيست بوينت 1 وظهر عليها الاوديو سيجنال بتاعتي اللي هي عباره عن 1 كيلو. طيب لو انا نقلت من التيست بوينت 1 بتاعه الليفت للتيست بوينت 2 بتاعه الرايت، تقريبا نفس السيجنال ونفس التغيير لو غيرت من 1 كيلو ل 3 كيلو، عشان كده ما ينفعش الاثنين يتجمعوا مع بعض دايركتلي، يحصل بينهم انترفيرنس. طيب امال هنعمل ايه؟ هنعمل دبل سايد باند سب ريزد كارير، بنسميه سب موديوليشن. ليه سب موديوليشن؟ ان هو مش الموديوليشن الرئيسي بتاعي، هو كل الهدف منه ان انا ابعد الليفت عن الرايت. طيب هحتاج ايه؟ هحتاج طالما موديوليشن تاني يبقى لازم يكون عندي كارير، بس بما ان الكارير الرئيسي بتاعي هو بتاع الاف ام فده بنسميه السب كارير. فعندي هنا كريستال اوسيليتور بيطلع 2432 كيلو هرتز، بعد كده بنعمل له فريكوانسي ديفيجن بيديني حاجتين، بيديني السب كارير اللي هيعمل عمليه السب موديوليشن او الدبل سايد باند اي ام موديوليشن، وبيديني كمان البايلوت سيجنال اللي هنقول فايدتها لما نروح لها. طيب هننقل هنا نروح على ال 38 كيلو هرتز اللي هي السب كارير. طبعا عشان اشوف ال 38 كيلو هرتز لازم اغير التايم بتاعي وكمان الامبليتيود. شايفين لاحظنا ان هي اتغيرت خالص، تردد من 3 كيلو ل 38 كيلو. طيب ده السب كارير بتاعي، يبقى انا دلوقتي عرفت عندي الليفت وعندي الرايت، وواحد فيهم هعمل عليه موديوليشن دبل سايد باند اي ام موديوليشن زي ما انتم شفتوا كده لما رحنا للتيست بوينت 5 اللي هي السب كارير ال 38 كيلو هرتز بتاعي. لازم اغير التايم سكيل بتاعي عشان اقدر اشوف السيجنال، لان دي 38 كيلو لكن الانفورميشن سيجنال بتاعتي هي 3 كيلو اللي احنا شغالين عليها. زي ما انت شايف طبعا هي ساين ويف. طيب
لو انا عايز اشوف البايلوت سيجنال بتاعتي اللي هي 19 كيلو هروح اشوفها هنا، هتلاقي تقريبا هي في ضعف التايم علشان هي نص الفريكوانسي بتاعي. طيب واحنا ليه اصلا بنحط بايلوت سيجنال؟ يعني لما تقول لي انا هبعت ال L ماينس R والL بلس R وهاخد الL بلس R او الL ماينس R الستيريو سيجنال دي هعمل عليها عملية الساب موديوليشن اللي هيحصل، تمام زي الفل. لكن هبعت البايلوت دي ليه؟ يعني دلوقتي احنا عرفنا ان انا عندي L ماينس R وعندي L بلس R معمول عليها موديوليشن. ايه البايلوت ده وايه لازمة البايلوت ده؟ البايلوت ده ليه اكتر من فانكشن. الفانكشن الرئيسية الريسيفر بيعرف اول ما يلاقي البايلوت سيجنال ان السيجنال اللي جاية دي ستيريو سيجنال، يبقى هي انديكيشن على ان السيجنال بتاعتي ستيريو سيجنال. تاني حاجة بيستخدمه في عملية الديموديوليشن هناك، ان هو بياخد البايلوت بتاعي يعمله فلترنج ويعدي 19 كيلو يضربها في 2 تبقى 38، يستخدمها في الساب موديوليشن في الساب ديموديوليشن عشان يرجع الستيريو سيجنال اللي هي ال L ماينس R لطبيعتها تاني، يعمل ديموديوليشن ويرجعها لطبيعتها تاني قبل ما يرجع يعمل سميشن وسبتراكشن بين ال L وال R، ال بلس R وال L ماينس R، ويرجع ال L وال R كل واحد لوحده ويودي كل واحد على سماعة. طيب هنا في اوبشن تاني ان انا كان ممكن اشوف السيجنالز بتاعتي سواء الكارير الساب كارير او البايلوت بس وهي بولسز. هنروح نغير الامبليتيود في نفس الفريكوانسي. طيب ايه الفرق؟ الفرق ان هي بيتعمل لها جنريشن على ان هي بولسز وبعدين بيتعمل لها فلتريشن فنستخدمها ساينسويدال. طب اشمعنى ساينسويدال؟ لان احنا شغالين اف ام ترانسميتر، يعني لازم الكارير بتاعي او الساب كارير بتاعي يكون انالوج، ما ينفعش يكون ديجيتال، ما ينفعش اشتغل عليه بولسز. طبعا انتوا عارفين الفرق بين الانالوج والديجيتال وليه احنا مستخدمين الانالوج. تمام، يبقى دلوقتي انا شفت التجربه بتاعتي من الاول تاني، انا شفت ال L وشفت ال R وبعدين عندي other subtractor بيجمع يديني L minus R و L plus R. ال L plus R دي بتتبعت زي ما هي لان ليها لازمه ان هي كانها المونو سيجنال، لاني لازم افضل اسيرف على الناس اللي عندها سيستمز قديمه مونو، لازم يفضل يستقبل الخدمه بتاعتي. فلما يروح له ال L بلس R هيستقبل عادي جدا مفيش مشكله. ال L ماينس R اللي بنسميها الاستيريو سيجنال هعمل عليها دبل سايد باند اي ام موديوليشن وهحولها من مكانها الطبيعي لحد حوالين ال 38 كيلو هرتز الساب كارير بتاعي. طيب ليه؟ علشان ابعد ال L بلس R وال L ماينس R بعيد عن بعض ما يحصلش بينهم اي انترفيرنس لما يتجمعوا، وكمان زودت عليهم البايلوت سيجنال. الثلاثه دول هيدخلوا مع بعض على ادر، وبعد الادر هيدخلوا على الموديليتور ال F M موديليتور بتاعي. لو طبعا احنا ما عندناش سبيكترم انالايزر كنا ممكن نشوف الستيريو سبيكترم كله مع بعضه، لكن احنا عندنا اوسيلوسكوب بس فهنشوف لحد كده. وانت تقدر تشوفها اكيد هتاخدها في السكشن وفي المحاضره، هتشوف السبيكترم بتاعي المونو سيجنال وبعدين البايلوت وبعدين الستيريو سيجنال اللي هي ال بلس ال ماينس ار وهي معمول عليها دبل سايد باند سبريسد كارير موديوليشن. كده يا شباب نكون خلصنا التجربه، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب، معاكم مهندس محمد علي. النهارده ان شاء الله هنشرح تجربه من تجارب معمل الراديو والتلفزيون. التجربه بتاعتي اللي احنا شغالين عليها النهارده اسمها الكريستال اوسيليتور. طبعا افضل اوسيليتور يقدر يولد لي الكارير هو الكريستال، ده الاستابيليتي بتاعته عاليه. فعشان كده في دوائر الاوديو سيجنالز اللي هي خاصه سواء كانت بالراديو او بالتي في سيركتس، افضل شيء بيولد لي الكارير هو الكريستال اوسيليتور عشان الاستابيليتي بتاعته. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعرف دايره الكريستال اوسيليتور سيركت، ازاي بقدر اولد السيجنال بتاعتي. الدايره بتاعتي بتتكون من اول حاجه الكريستاليه اللي بورد عليها الفريكوانسي بتاعتي حوالي 3.5 ميجا هرتز. بعد كده بخش على مرحله اللي عندي اهم حاجه اللي انا السيجنال بتاعتي، انا كده ولدت الفريكوانسي بس الامبليتيود بتاعها بيبقى امبليتيود صغير، فببدا اعمل دايره كومن اميتر امبليفاير. كومن اميتر امبليفاير بتتكون زي ما انتم خدتوا ان الترانزستور
اما بستخدمه كسويتش او بستخدمه كامبليفاير. عشان استخدمه كامبليفاير بوصله توصيله الكومنت ايميتر امبليفاير. الكومنت ايميتر امبليفاير بيحتاج مني ترانزستور ان بي ان ترانزستور اللي هو من انواع البي جي تي زي ما انتم عارفين. بعد كده بيحتاج مني ثلاث مقاومات اللي هي R1 و R2 و R3 ووصلهم عشان اقدر اعمل البايسنج عشان اقدر اصمم دائرة الكومن اميتر امبليفاير. زي ما انتم شايفين عندي السيجنال اللي هي طالعة من الكريستالية زي ما انتم شايفينها كده على الاوسيلوسكوب، هي دي شكل السيجنال بتاعتي اللي طالعة من الكريستالية. بعد كده ببدأ اشوف السيجنال بتاعتي بعد ما ولدتها من الكريستالز، ببدأ ادخلها على الـ NPN ترانزستور عشان يحصل لها امبليفيكيشن، وبعمل بوست فيدباك عن طريق الكاباستور اللي هو C2. تمام، يبقى دي السيجنال اللي هي البوست فيدباك اللي هي انا بدخلها على البيز بتاع الايه الترانزستور بتاعي عن طريق الكاباستور اللي هو C2. اهي دي شكلها، دي شكل السيجنال اللي احنا هنعملها. طبعا بعد ما بدخل على الترانزستور بتاع الان بي ان ترانزستور هيحصل امبليفيكيشن للسيجنال. تمام، هنشوف زي ما احنا شايفين. اما نخش على، يبقى اول حاجه التي بي 1 اللي هي الايه السيجنال اللي خارجه من الكريستاليه، التي بي 2 اللي هي البوست فيدباك سيجنال اللي هي متوصله لي عن طريق الكاباستور C2. بعد كده هخش على السيجنال اللي هي خارجه لي من الكوليكتور، وده الاوتبوت بتاع الترانزستور زي ما انتم شايفين هتبقى كبيره جدا. بس انا لقيت عندي مشكله ان في بعض النويزي على السيجنال. عشان اقدر اشيل النويزي وعشان اقدر اشيل الدي سي كومبوننتس بتاعتي، وصلت كاباستور ما بين التي بي 3 والتي بي 4 عشان اول حاجه يعمل لي فلترنج للنويزي دي، ويعمل تاني حاجه يشيل الدي سي كومبوننتس. فزي ما انتم شايفين لو هنقل من التي بي سي 3 تيست بوينت 3 التيست بوينت 4، زي ما انتم شايفين الشيفتنج اللي حصل هنا. لو انا لاحظت هنرجع تاني هنلاقي السيجنال بتاعتي مرفوعه لفوق. تمام، اما نيجي نحطها على التيست بوينت 4 هنلاقيها نزلت لتحت. طب حصل الكلام ده بسبب ايه؟ بسبب اللي انا شلت الدي سي كومبوننتس اللي هو كان رافع لي السيجنال بالمقدار. هنقدر نرفع بس السيجنال فوق عشان نشوف شكلها. تمام، زي ما انتم شايفين السيجنال حصل لها ايه؟ حصل لها بالفلترنج شال لي النويز، بقت السيجنال بتاعتي مظبوطه، وفي نفس الوقت شال لي الدي سي كومبوننتس بتاعتي. دي كده يا جماعه التجربه بتاعتي. يبقى التجربه بتاعتي الغرض اللي انا حققته منها اللي انا قدرت اشوف الديزاين بتاع الايه الكريستال اوسيليتور سيركت اللي انا بستخدمه بولد بيه الكارير في حاله الاي ام او الاف ام موديليتور. شكرا لحضراتكم ونلتقي في التجارب الثانيه.